طبعا اكو انه فرق كلش كبير من ناحيه من حيث رصانة التعليم وايضا من حيث التعليم نفسه. الكليات الأهلية في العراق تصارع بين شرعيتها ومستواها العلمي، فهل دعم التعليم أم مضاعفة أعداد العاطلين هو الأساس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأيام وجلستنا الرمضانية. العراق يضم أكثر من 66 جامعة وكلية أهلية معترف بها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينها 8 جامعات في إقليم كردستان، وتضم هاي الجامعات والكليات أكثر من 570 قسم باختصاصات شملت المجموعات الطبية والهندسية والإنسانية. لكن يترافق مع هذا العدد فوضى لا تفيد واقع التعليم الأهلي في البلاد حسب متخصصين، وبدل من أن يؤدي هذا العدد من الخريجين إلى فرص عمل أفضل، لربما تنتج هذه الجامعات أجيال من العاطلين عن العمل ولا يفيد سوق العمل باحتوائهم واحتواء أو استيعاب تخصصاتهم. خلونا نشاهد التقرير الآتي وبعدها نفتح محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام. تتزايد الكليات الأهلية بالعراق بينما تتناقض جودة مخرجاتها التعليمية، ويعاني خريجوها من تدني بمستوياتهم العلمية وخاصة مجالات مثل طب الأسنان والهندسة، ما أسفر عن تدمير مهني ممنهج كما تصفه لجان نيابية ووضعت الحكومة العراقية منذ نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي خطة استرشادية للقطاع الخاص، حددت بموجبها التعليمات والضوابط السياسية التشجيعية اللي تبنتها آنذاك لتشجيع الاستثمارات بمجال التعليم الجامع الأهلي ضمن مخطط ينطلق من العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية، ليست تنافسية بل تكاملية، بهدف استيعاب تزايد عدد خريجي الثانوية العامة المقبلين على التعليم الجامعي. ونتيجة التزايد غير المدروس بعدد من المؤسسات ظهرت مشاكل كبيرة كان لها مردود سلبي على كفاءة إنتاجيتها التربوية والعلمية وتوفير الظروف الإيجابية السليمة تعليميا. وهذا الأمر يعود لرغبة بعض الكليات بتحقيق الربح السريع على حساب نوعية التعليم. وهنا السؤال المهم، هل الوزارة عازمة على معالجة الخلل بتصحيح مسار الكليات الأهلية والجامعات اللي ما تحقق الرصانة العلمية وسحب الإجازة منها؟ من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وباسمكم أرحب بضيوفي الأكارم الدكتور حسين العبدلي مدير التعليم الجامعي الأهلي، حياكم الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك الدكتور حيدر طالب الإمارة رئيس جامعة البيان، حياك الله دكتور ضيفا كريما، وكما أرحب بضيفي الكريم الدكتور ليث الجابري عضو الهيئة الإدارية نقابة الأكاديميين العراقيين، حياكم الله دكتور ليث، والدكتور ضياء الواجد رئيس مجلس الخبراء العراقي، حياك الله دكتور. ضيف الكرام مساكم الله بالخير ورمضان كريم وصيام مقبول إن شاء الله. حديثنا اليوم يتناول موضوعة الجامعات الأهلية والكليات الأهلية، مدخلاتها مخرجاتها وما لها وما عليها، ولكن قبل هذا اسمحوا لي أن أشرك متابعي برنامجنا الكرام، وراح نسألكم مشاهدي الأحبة بسؤال استطلاعي، فقبل نهاية الحلقة راح نأخذ إجاباتكم بنسبها المئوية. هل ترى أن وجود الكم الهائل من الجامعات الأهلية هو دعم للتعليم في العراق؟ بهذا السؤال لربما يكون مفتاح لحلقتنا. الجامعات الأهلية دكتور حسين العبدلي تحمل معايير اللي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتالي ما مدى العلاقة الترابطية بين الوزارة وهذه الجامعات؟ شكرا جزيلا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم على الجميع، تحية لضيوفك الكرام، تحية لمشاهدي قناة الأيام. أستاذ بالنسبة للكليات الأهلية، تدري هو قانون التعليم الجامعي الأهلي قانون 25 سنة 2016 نظم موضوع الاستحداث إلى آخره، هاي التفاصيل اللي تخص الجامعات الأهلية. إحنا أكو هو هسه من خلال مراقبة التقرير إنه أكو كثرة بالكليات الأهلية، هذا صحيح، يعني هو عددها وصل تقريبا 70 حاليا مو 66، يعني أي تقريبا 70. زين
حاليا احنا يعني متابعة في بخصوص الكليات والجامعات الأهلية، ما ينطبق على الكليات والجامعات الحكومية، ينطبق على التعليم الأهلي. يعني اللجان اللي تطلع قواعد، لجان قواعد الامتثال إلى آخره، هذه كلها تطبق، ما يطبق على الحكومة يطبق على الأهلي، بل ويا الأهلي أقسى. وأكو إجراءات، يمكن إذا جنابكم تابعين حاليا الدائرة اتخذت إجراءات ويا كثير من الكليات. يعني إحنا موضوع الرصانة، موضوع أكو نقطة هم كلش مهمة، موضوع كثرة الأعداد. يعني أنت عندك مخرجات وزارة التربية، يعني مخرجات وزارة التربية، عندك التعليم الحكومي هي 36 جامعة وواضحة إمكانياتها. يعني فأنت موضوع الكليات الأهلية هي تتبع رغبة الطالب، يعني أكو كلية أهلية ممكن يقدم لها أو لا، يعني حسب رغبته. طيب، قساوة المعايير لربما ما يسبق كفاءة التعليم، قساوة المعايير لربما لاحظها بالإجراءات اللي يجب أن تتحقق في هذه الكليات الأهلية، ربما متطلبات الوزارة أيضا غير موجودة أو غير متحققة في الجامعات الحكومية. سادي العزيز، موضوع المتطلبات احنا نعرف كل الزين، موضوع المناهج، يعني مناهج الكليات الأهلية مثلا كليات القانون أو كليات الأخرى هي نفس منهج الكليات الحكومية، ولكن من حيث لأنه بالنتيجة من حيث الوسائل الأخرى، الأثاث والموقع وأجهزة التكييف، يعني ما يتوفر في الجامعات الأهلية وما تفضل الوزارة هو أصلا غير متوفر في الحكومية. زين، أنت صحيح، يعني تبقى هي حسب إمكانيات. إحنا مثل ما نعرف إحنا عندنا أزمة مالية من 2014، يعني التخصيصات اللي تروح للوزارة وللجامعات الحكومية قليلة، يعني قد تسد الرواتب وتفاصيل بسيطة، يعني قضايا تشغيلية بسيطة. احنا تبقى الكليات الأهلية، هسه ارجع لك عليها، فيما يخص المناهج هي نفس المناهج، الأساتذة اللي يدرسون بها يمكن يعني اكون نخبة من الأساتذة اللي هم متقاعدين من التعليم الحكومي، ألقاب علمية يمكن الأخوان والأساتذة وخبرة بالتأكيد. زين، فهي كلها موجودة بالكليات الأهلية. تبقى موضوع الرصانة، احنا هسه مثلا هسه راح يطبق الامتحان التقويمي، اكو إشكالية بموضوع الاختصاصات الطبية، لذلك راح يصير امتحان تقويمي للمراحل ما فوق الأولى فيما يخص كل يعني المجموعة الطبية كاملة ويا التمريض. زين، هذا الامتحان التقويمي هو راح تبين هسه احنا يعني الرصانة العلمية للكليات الأهلية، يمكن صارت تجربة يعني للامتحان يعني الفحص تقني، بالإضافة إلى موضوع التجربة يعني قبل فترة يمكن أساتذة يعني يمكن دكتور حيدر هم صارت عندهم بالجامعة حتى نقيم احنا الموضوع، شوف احنا وين ماشيين فيما يخص هذا الموضوع. وجه ترحاب حضرتك دكتور حيدر الإمارة، لما نتحدث عن التعليم الأهلي فالتنافس بين الجامعات أصبح على ذروته الآن، بالتالي مدخلات هذه الجامعات والكليات الأهلية لاحظها من ضعيفي المعدل. طيب الطالب شلون راح يكون يعني تحت ضغط الرصانة العلمية، ومطلوب منكم أن تكون مدخلاتكم هي مخرجات لسوق العمل، بالتالي المعدلات اللي تعطى للطالب، إقبال الطالب، يعني الأعم الأغلب أنه يتصور لما يدخل الكلية الأهلية يقول لك أنا أنجح بفلوسي. طيب هذا الموضوع لربما ينصدم من يدخل هذه الجامعات، كيف تنظر إلى أمر دكتور حيدر؟ شكرا جزيلا أستاذ، وشكرا جزيلا لقناتكم الكريمة على هذه الاستضافة لإتاحة الفرصة للحديث عن موضوع مهم مثل هكذا، أمور يجب مناقشتها والتوعية للرأي العام من المختصين بهذه الجوانب أفضل من الاستماع إلى تقارير من غير مختصين. مسألة الكليات الأهلية والجامعات الأهلية، تكلمت حضرتك عن موضوع التنافس والمعدلات. المعدلات لا تقررها الكلية الأهلية، المعدلات تقرر من قبل الوزارة، والقبول أيضا الآن وفق المنظومة الجديدة اللي طبقت يمكن من قبل 4-5 سنوات، هو أيضا القبول يتم تقديم الطالب على الكلية الأهلية إلى وزارة التعليم العالي بشكل مركزي، ويتم التوزيع على الكليات وفق طاقتها الاستيعابية، بمعنى أن لكل جامعة أو كلية طاقة استيعابية تحدد على أساس الملاك التدريسي وعدد المحاضرين والتوفير للبنى التحتية اللي تفضلت بها حضرتك، لتقرر الوزارة كم العدد من الطلبة الذي يمكن لهذه الكلية أو الجامعة أن تستضيفه وتقدم له الخدمات التعليمية، والكليات تمشي وفق هذا المنهج. أما موضوع التنافس، أنا يعني فكرة
الدخول بين الكليات والجامعات الأهلية للتنافس للحصول على الطالب هذه مسألة يعكسها الجانب العلمي. أنا أتنافس بالمستوى اللي عندي من قوة الأساتذة الموجودين، من قوة ما أقدمه للطالب من تعليم مستمر، الندوات المستمرة، المحاضرات الأخرى الإضافية اللي تقوي أو أتوجه إلى تقوية مواهب العلمية وغير العلمية في جامعتي. بهذا الشكل أنا دا أتنافس، أما بأسلوب منافسة أخرى احنا ما ندخل بها، ما ندخل بتداخلات بعيدة عن الجانب العلمي والأكاديمي. هذا غرضنا الأساسي من العمل، ليكون التعليم الأهلي هو رديف للتعليم الحكومي ومكمل له. نعم، قبل أن نتحدث عن جودة التعليم نتحدث عن جودة الخدمات المقدمة في الجامعات الأهلية. لماذا هذا التنافس في تقديم درجة عالية من الأثاث، ساحات الوقوف، الكافيهات، بالتالي الاهتمام بالبنايات، هذا كله لماذا يعني يكون هنالك اهتمام من قبل المستثمر أو من قبل الكليات نفسها؟ أستاذنا الفاضل، هذا الشيء طبيعي، يعني يكون منطقي. والجامعات والكليات الأهلية اللي انبنت واللي وفرت واستوعبت عدد الطلبة أيضا ركزت على هذا الجانب العمراني الساحات. يعني إذا ننظر الآن إلى صرح جامعة النهرين أو جامعة بغداد أو المستنصرية، هذه الجامعات اللي لها تاريخ علمي طويل، نلقاها أيضا بمساحات شاسعة. الطالب أيضا اللي يدرس بالتعليم الأهلي هم لازم ما يلقى، يعني نقول بنفس المساحات وبنفس الحجم وبنفس الكذا، لكن أيضا هم لازم يلقى خدمات. يريد هو لما جاء إلى كلية أهلية يريد نفس البيئة اللي وجدها بالتعليم الحكومي يلقاها موجودة بالتعليم الأهلي، والمستلزمات الأخرى أو البنى التحتية هذه أيضا بها شروط مفروضة وفق اللجان القطاعية واللجان العمداء وأيضا إشراف الوزارة تشرف عليها. يجب أن تتوفر المختبرات بأعلى مستوى، المختبرات لازم تكون موادها الكيميائية متوفرة بالنسبة للتجارب، وحتى بالنسبة للاختصاصات الإنسانية وغير الإنسانية لازم أنا أوفر له بيئة تعليمية متكاملة بكل شروطها اللي احنا نسميها معايير الجودة المنطبقة، معايير الجودة العالمية. وبالتالي من أحققها أنا في الجامعة أنا هذا اللي أنافس به. بالتأكيد. دكتور حيدر، خلينا ننتقل إلى دكتور ليث، حياكم الله. حياك الله. نتحدث عن التنافس، يعني التنافس بدءا من دخول هذه الكليات الأهلية بمعدلات أقل عن الحكومية، أصبح تنافس بين طلبة الحكومي وطلبة الأهلي وأثناء الدراسة وما بعد الدراسة. بالتالي حتى في الدراسات العليا يتم التنافس في الجامعات الحكومية من خريجي ومخرجات الكليات الأهلية والحكومية، وأصبحت طبقية بين الطلاب. كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لقناتكم موقرة، وتحياتي للأساتذة الضيوف الكرام طبعا والكافة المشاهدين. صراحة الموضوع مهم وأثار كثير من المحاور. صراحة هسه قسم من المحاور قد تتعلق، يعني خلينا نقول مسؤوليتها بالكليات الأهلية، لكن بصراحة قسم من المحاور الأخرى اللي تناولها التقرير يعني موضوع الحلقة هو يعني خارج نطاق أو قدرة الكليات الأهلية، يعني هو موضوع تخطيط البلد بشكل عام. يعني مثل ما قال الدكتور حيدر اليوم، ودكتور علي العفو تفضل ايضا، اليوم الطلاب اللي يجون للكليات الاهليه هم عبر منظومه القبول المركزي من الوزاره. زي منظومه القبول المركزي الوزاره مفروض عليها عدد دي يجي من خريجي التعليم الثانوي اللي هم مسؤوليه التربيه، ولازم انه الوزاره تستوعبهم. فماكو حل اخر الا انه تقعد تدرج المعدلات حسب الجامعات وحسب خلينا نقول سمعتها وكفاءتها من الاعلى الى الادنى، وحسب يعني الطاقه الاستيعابيه لكل جامعه لكل قسم علمي. فتوصل فعلا احنا عندنا مثلا على سبيل المثال في الكليات العلميه او حتى في الكليات الانسانيه انه اللي ينقبل في كليات الحكوميه هم معدلاتهم اعلى من الكليات الاهليه. هذا الناتج عن التدرج. هذه المساله ما مسؤول عنها الكليات الاهليه، ولكن بين التمايز بين طبقه الطلاب. اي اكو تمايز في هذا الموضوع اكبر، يعني احنا يعني في نقطه كان يعقيم صراحه، يعني ندعو الى مراجعه سياسه التعليم، يعني الى ايجاد مثلا هيئه عليا للتربيه والتعليم العالي بالعراق على مود يصير اكو سياسه فعلا
انه التعليم هسه انت مو كل التعليم الثانوي في بلدان عديده انه مجرد انه يخلص التعليم الثانوي يكون مؤهل لسوق العمل. يعني هذا شيء مهم. احنا اللي يصير عندنا اذا سمحت لي. نعم. يعني هسه اكو يعني مرحله ما قبل هذا الموضوع. اليوم انا لما اكون خريج دراسات عليا ماجستير في مجال معين واطلب نعم. عضويه من نقابتكم يعني فبالتالي انه راح تسالني عن الدراسه الاوليه قبل الماجستير اذا اقول لك كليه كلية اهليه لربما لا ما اسئله لربما ما اكو هذا التمايز لا ما العفو ما اسئله هو العفو يعني هسه هو الكليه الاهليه بموجب القانون بتخرج على شهاده بموجب القانون وخليني اقول لك شيء الطالب او الخريج هو اللي راح يفرض ذاته يعني بذاته ايضا في الدراسات العليا احنا سيجونا طلاب من الدراسات العليا قد انه يكون واحد اللي دا يجينا يعني معدله عالي وهذا خلينا نقول يجتاز الدراسات العليا خلينا نقول بمثابره بامتياز لكنه قد يكون زميله ويا نفس المعدله لكنه ليس على نفس المستوى وقد يكون واحد اقل من عنده بالمعدل لكنه من يتخرج يشتغل على روحه ممكن انه يثابر وينجح ويكون بامتياز ايضا المشكله هنا ايضا حتى في الدراسات العليا احنا هسه لو نرجع كم من المحاولات التي فرضت على وزاره التعليم العالي والبحث العلمي لتوسعه الدراسات العليا على مود نقبل طلاب هم ما مؤهلين للدراسات العليا الدراسات العليا ترى بالتعليم العالي ترى اكو فلتر يعني مو اعتباطيه المساله اكو فلتر يعني اكو فلتر يدخل من خلال الطالب الى الدراسات العليا لكن انت لما تجي تفتح هذا الفلتر وتشيله او ما ادري تشيله الفلتر وتضغط على الوزاره زين يعني هذا طبعا اكيد ترى يجيك خلينا نقول الغث والسمين تمام طيب هنا تحدث الدكتور ضياء ايضا على الجانب الربحي والنفعي من وجود هكذا جامعات الكثير من الآراء تذهب إلى الأحزاب السياسية استثمرت في هذا المجال الميسورين والتجار أيضا استثمروا في هذا المجال فهل هو الهدف تحقيق الجانب الربحي أم أن الرصانة العلمية هي الأساس في البداية أرحب فيك وفي الأخوة الزملاء وبالمشاهدين الكرام حياكم الله وراح أتحدث أنا شوية بعيد عن المجاملات أنا أعتبر كل ما قيل هو مجاملة تعليم الأهلي المشكلة تبتدي بالوزارة احنا يعني الوزراء كلهم عاصرناهم وتحدثنا مع الوزراء ابتداء من عبد الرزاق العيسي قلنا له التعليم الاهلي الان اكثر جامعات تعليم عدد جامعات التعليم الاهلي لان بعضهم كليات جامعة نعتبر احنا هي ضعف الحكومي لكن هي عبارة عن دائرة تابعة للاشراف مدير التعليم الاهلي ما له صفه معنويه يعني ما مو درجه خاصه مو مدير عام في المفروض يكون هو على الاقل رئيس هيئه لازم تكون هيئه للتعليم ومستقله لان ما معقول تكون هذه الهيئه اذا هي تابعه لوزاره التعليم العالي حال التعليم الجامعي والمشكله الاخرى انه هي الاشراف عليها وضمان الجوده قائم على من جهاز الاشراف جهاز الاشراف قائم جزء من وزاره التعليم العالي فما معقول اللي يقيم وزارات الجامعات وزارة التعليم العالي والتعليم الأهلي هو من نفس الدائرة ما معقول أنا أقيم نفسي ومو صحيح الثاني التعليم الأهلي في العالم هو عبارة عن استثمار مجتمعي أخلاقي يعني اللي يروح يستثمر بهذا مثل ما في واحد يريد يبني له جامعة هنا عندنا المعتاد هناك عادة يكونون جامعة ممكن واحد يروح يطلع ستانفورد اللي هي ثاني جامعة في العالم شلون صارت هي جامعة بدت قبل 1900 الى حد 1920 هي مجانيه الى ان افلست اضطرت ان تاخذ هارفارد جامعه اهليه كولومبيا جامعه أهلية كل الجامعات العريقه في العالم جامعات اهليه ما عدا احنا عندنا الجامعات الاهليه وليش على نروح للاهليه لان اهليه بيها خدمات جيده وبيها علميه جيده احنا عندنا قسم هندسه طائرات انا سال الطالب قلت له كم طائره عندكم دربتوا عليها شفتوها يعني فسختوها شيء قال ولا طائرة قلت له كم محرك عندكم مال طائرة وشيكتوا عليه ودرستوا قال ولا محرك قلت له زين الوين تنال اللي انت لازم تشتغلون عليه جد تجارب سويتوا عليه قال ما سويت تجربة سألته قلت له زين الأساتذة
أساتذة هندسة الطائرات، كم أستاذ عندكم بروفيسور؟ قال ولا أستاذ. قلت له كم أستاذ بروف؟ قال ولا أستاذ. طيب لا إله إلا الله. على اليمن على الجامعة الأهلية ينحسب أو على وزارة التعليم العالي؟ أعطيك نص أعطيني أعطيك أنا هذا، لأن هذا الكلام هو مو كلامي، هذا الكلام الناس يعني توصلني يومية مئات الرسائل، فأريد أطرحها من خلالكم لأن هذا هو المهم. طيب. مو نريد نجمل صورة حتى إحنا نقول ليش التعليم الأهلي؟ التعليم الأهلي يقول لك والله إحنا عندنا ملاك تدريسي، هاي أول خطأ قاتل، يقول لك عندك ملاك تدريسي يعطى على أساس الاستيعاب. الأول الكليات الطبية والهندسية محددة 20 لكل 20 طالب أكو أستاذ في الكليات الطبية والهندسية، في الكليات العلمية 25 يعني العلوم، في الكليات الأدبية توصل 30 هذا الحد الأقصى. الآن نروح لكل الكليات الأهلية وخلينا ندقق عليها، كيف ندقق؟ تروح إلى جامعة طب أسنان رئيس القسم مالتهم مدرس مساعد، وما يصير رئيس قسم على الإطلاق، ممكن أنا أتساهل بالعمادة بس رئيس القسم لازم أستاذ، لأنه الأستاذ والكلية والجامعة والوزارة بالقسم. طيب القسم اللي هذا أيضا نفس السؤال ترجع إلى يعني تطبيقات وتعليمات وزارة التعليم. بس أحكي خلي بس خلي أكمل لك. لا معتقد أكون عادل في تقسيم الوقت. لا 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 ما نقول على قضية الاستثمار في هذا المجال. الاستثمار أنا يعني الآن لا أختلف الاستثمار، تقول لي كل مستثمري كل مستثمري اللي موجودين في التعليم الأهلي الجامعي ما لهم علاقة في التعليم ولا في استراتيجية التعليم. لو فد واحد صاحب معمل طابوق، لو فد واحد أبو قلابي كان، لو فد واحد أدوات احتياطية، لو أكو فد واحد يعني أنا بارد، لو فد واحد هو عبارة عن نائب وفلوسه من، فأنا بارد أفصل لك إياهم كل واحد وما له علاقة هذا الموضوع، لأن أنا مهم لصاحب المال. بالرغم الآن المستثمر يدخل للجامعات وكو أبناء مستثمرين يدخلون بحمايات وطوق أمني رهيب، هذا أنا عندي صور عليه، وكو أبناء مستثمرين يديرون جامعات، وكو زوجات مستثمرين يديرون جامعات في هالعهد، طبعا بزمن قصي وللأمانة برغم أني مختلف عن الرجل، بزمن قصي أصدر قرار شديد اللهجة يمنع للمستثمر وإلى أصحاب الأراضي والمستأجرين أن يدخلون لأنه ما من حقهم. الآن المستثمر ما يخلي، طبعا هكو مشكلة إشكالية بين المستثمر وبين إدارة التعليم الأهلي، لأنه تعيين العمداء ورؤساء جامعات تأتي من المستثمرين، وحتى من تجتهد إدارة التعليم في أن تعين عمداء ورؤساء جامعات راحوا إلى الأمانة العامة المجلس الوزراء وقالوا لهم لا هذا الاجتهاد غير خاضع للنص، ولهذا يكون مشكلة الوزارة من تعين عمداء في كثير من الجامعات الأهلية ما تطبق القرار ويبقى العميد في حين هو القرار قرار وزير. الوزارة مهمة جدا في مسألة التعليم الأهلي، المفروض نرتقي احنا بالمستوى التعليم الأهلي، انه العراق راح يطلع على التعليم الأهلي، يجب ان احدد انا ليش اخذت التعليم الأهلي. الدولة جزء من عدة ضرائب، مو معظم الكليات والجامعات الأهلية ما فاتحة حسابات مصرفية باسم الجامعات، ولهذا اللي فاتحة حسابات مثل المأمون او العلوم الاقتصادية الضرائب حجزت عليها لسبب ما تدفع ضرائب، اما باقي الكليات ما تدفع ضرائب، ياخذون اقيام. كل اللي ياخذوه الجامعات الاهليه من الطلبه مبالغ فيها جدا، اكثر من كل دول الجوار، والان ممكن نطرح الارقام اللي تاخذوها، كانوا يطرحون 10 مليون للصيدله مثلا، قلنا لهم يا اخوان في الكليات المجاوره مو 10 مليون، لو احنا عادلناها بالدينار العراقي ما تتجاوز 4 مليون في كل اوضاعها. كل الكليات تسعى في استحداث الطبية والطب الأسنان والصيدلة لأن بها موارد ربحية كثيرة من قبل الطلبة، وهذه المشكلة أنه الاستحداث هي كلية صار لها سنة من صارت واخذت هذا الجزء، والأسوأ جامعة الأهلية، والآن يعرف الآن مدير التعليم الجامعي الجامعة الأمريكية مو جامعة أمريكية، هي جامعة أهلية، لأن احنا ما عندنا جامعات أجنبية في داخل العراق مسموح بها، ولا الإيرانيين كان سووا جامعات إيرانية وغرقونا بها، اللبنانيين بدل ما عندنا جامعة ذول النواب يروحون ياخذوا بها الدكتورات يجون هنا يسوون جامعات، وما شاء الله رئيس الجامعة اجى قابل حتى الوزير ومدير النزاهة، وهذا ما يصير، لأن هي جامعة بها شهادات مزورة وعدها 27 ألف تزوير، احنا نقابله بالأحضان ونستقبله في وزارة التعليم أو في النزاهة أو هذا. طيب. بس أعطي الملاحظة إذا أمكن حتى تكون عندنا. الجامعة الأمريكية سوت أخذت قصر رئاسي اللي هو قصر سيادي، ما يصير تأخذه مو لا تأخذه جامعة حكومية ولا جامعة أهلية، المفروض يكون أما معرض أو يكون متحف للثاني، أخذت مئات الدوانم من وزارة المالية،
اخذت 611 دونم من جامعه بغداد اللي هي جامعه الام اللي صار لها 100 سنه واللي خرجت كل الجامعات طلعت من جامعه بغداد والطلاب ملايين خرجت من عندها اخذت ال 611 دونم بلا مبرر واخذت ايضا عشرات الدونم من وزاره الدفاع. هذا شنو السبب اللي تخلي كليه او جامعه خارجه عن التصنيف العراقي؟ الان نتحدث جامعه احنا بالعراق عندنا التعليم الثانوي لو علمي لو ادبي، اجى ايش قال محمد اقبال وزير التربيه؟ قال العلمي لو تطبيقي لو احياء، حتى لو ابو التطبيقي ما له حق. زين الان اكو احنا عندنا اكو عندنا مشكله، انا ما اعرف شلون تكييف قانوني بالجامعه الامريكيه، اكو عندنا كليه العلوم والاداب، ما عندنا احنا في تصنيفنا كليه بالعلوم والاداب، ماكو عندنا كليه اسمها كليه العلوم والاداب. زين انتم شلون سويتوا تكييف قانوني إلا وخليته؟ هذا من المشاكل، هذا طبعا دليل على أن ومع زميلة نور العلي ونتابع التقرير اللي أعدوا أن الزملاء في غرفة الحصاد وتقدم لنا إياه زميلتنا نور بلغة الأرقام وبعض الإحصائيات وبعدها نتمم جلستنا الرمضانية. تشهد الجامعات الأهلية في العراق تخرج الآلاف من طلبتها في جميع الاختصاصات بغض النظر عن مدى ضوابط تلك الجامعات من عدمها وكذلك ضوابط الدولة لهذه الأعداد الكبيرة من الطلاب، فهذا يعود إلى إدارة الحكومة وقوانينها. فبالرغم من وضع القوانين والخطط بشمول جميع الطلبة الخريجين بالتعيينات، لكنها مجرد حبر على ورق دون تنفيذ. ففوضى تخطيط الدولة ينتج أخطاء متراكمة وبذلك يحتاج علاجها إلى وقت أطول. هناك مصادر تؤكد افتتاح الكليات والجامعات الأهلية تخلو من الرقابة التي تشهدها الجامعات الحكومية، وهذا يجعل التعليم بالانحدار إلى الهاوية، بالتالي تنتج للواقع استثمارا فوضويا بعدم استيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة وأجد الترحاب بضيوفي الأكارم الدكتور حسين عبدلي والدكتور حيدر وكذلك الدكتور ضياء والدكتور ليث. دكتور حسين، لما نتحدث عن الضوابط التي تضعها الوزارة نأتي إلى ضابطة أقيام أو الأقيام الدراسية أو أجور الأقساط الدراسية، هل أن الوزارة لها يد في تحديد هذه الأقيام؟ أم أن لكل جامعة ولكل كلية وحسب المستثمر لربما حسب جودة المكان وتأثيثه تكون المسألة كيفية بهذا الاتجاه؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال، لأن هناك العديد من النقاط طرحت، يعني أنا أشكر الدكتور ضياء فيما يخص الموضوع المستثمر. هذا إحنا تأكيدات عديدة يمكن إذا متابع الدكتور ضياء للكليات والجامعات الأهلية وتتحمل المسؤولية في حالة وجود مكتب للمستثمر داخل الكلية الأهلية، وأكو لجان مستمرة يمكن جنابك تقدر هم تسأل الآخرين أو إذا أكو اتصال بهاي وحدة. فيما يخص تعيين العمداء والرؤساء الجامعات، دكتور إحنا تجينا ترشيحات من الهيئات المؤسسة ومجلس الكلية، هاي دا أحكي لك حاليا، تجي ترشيحات أكو لجنة مقابلة زين بها مدير عام القانونية مدير عام الإدارة الكلية الأهلية ترشيح لمجموعة ترشيح عمداء وزارة ثلاثة التار. ترشيح ثلاثة مستوفين. نعم. وحسب القانون. نعم. حسب القانون المفروض هو أستاذ اختصاصه موجود بالكليه، يمكن دكتور حيدر مر بهاي. نعم. يعني ما اعرف مر بهذه. اكو لجنه مقابله. طيب. زين موجودين مدير عام القانونيه مدير عام الاداريه مدير الدرجات الخاصه الى اخره مدير التعليم الاهلي مدير عام اداره الدراسات، هاي لجنه مقابله واكو نقاط وهاي موجوده طبعا هم موثقيها كلها التعيينات الحاليه. زين من هاي الثلاثه ينتخب واحد اللي حصل اعلى النقاط ترفع ويتعين سواء كان عميد كليه او رئيس جامعه. هاي وحدة. فيما يخص احنا يمكن هالسنة فيما حساب الطاقة الاستيعابية دكتور، احنا هالسنة ضغطنا على الكليات والجامعات الاهلية تقريبا تعين على قرار 112 قرار مجلس الوزراء حدود 5000 تدريسي يعني، وهي موجودة قاعدة البيانات. قابلنا قبل ما تحتسب الطاقة الاستيعابية قابلنا كل الكادر التدريسي. دكتور حيدر يقول عندي 30 واحد دكتوراه قانون كلية القانون، جيبهم جيبهم. صحيح. زين وهكذا
زين، فهذه احنا هذه موجوده موثقه طبعا، حتى الذين لم يحصلوا على درجات وظيفيه. لا لا عفوا، هم المعينين بعقود نعم. دقق العقد ماله حتى نلزم الكليه الاهليه نعم. هاي واحنا موجوده، هاي دوكيمنت موجوده يعني نعم. بالدائره هالسنه هذه، هاي ثلاثه. فاحتساب الطاقه على اساس القاعات مختبرات بالنسبه للاختصاصات الطبيه. احنا هالسنه دكتور اكو عزوف، يعني هو انت طبيعه مجتمع، انت حاليا بما يخص الطلبه عندك مخرجات التربيه، احنا مو احنا يمكن اكو قاعه عندنا نستقبل بها الطلاب وعوائلهم نعم. ونشوف المصاحب يعني هناك بالهذا، يعني اغلبهم هو صارت ثقافته ايش، لو طب اسنان لو صيدله. يابا جتي وحده قالت لي بنتي مقبوله هندسه، هندسه اتصالات وبنتي ذكيه، يعني هاي حاله احكي لك اياها نعم. هم تعبانين مبين. قلت لها هي المهندس اوكي يفتهم، انا مهندس نعم. قالت لا بنتي تفتهم، لازم تروح صيدله. يعني مثلا هو ثقافه المجتمع صارت اصبحت. اثنين انت استاذي العزيز، يعني طرح يعني دكتور ليث نقاط مهمه، يعني انت ما تقبله هنا يطلع برا يرجع وافد، بالنتيجه السنه الثانيه يرجع على الوافدين بمعدل اقل، تضطر تقبله على الوافدين، يعني هذا ما بيها يعني تعليمات وزاره نعم. زين الكليه الاهليه هي بناء على رغبه الطالب، كليه اهليه متاحه، واحد عنده امكانيه ممكن يقدم لها. هالسنه مثلا احنا من خلال مراقبتنا وهذه احنا ثبتناها زين، الكثير من الكليات الاهليه صار عليها عزوف ما حد يقدم لها، الكليات اللي متوفره بها البنى التحتيه، بها مختبرات بمستوى عالي، بها يعني اساتذه الى اخره، شفنا قبولها افضل من الكليات الاخرى. يعني هو يعني اكو كليات صحيح عباره عن بيوت الى اخره، هسه احنا بدينا ننظم هذا الموضوع، علقنا العديد من الاقسام والكليات، وهسه بتطور لجان دا تطلع بشكل دوري. وفي قضيه الاقساط للمتابعه فيما يخص الاقساط، الاقساط متفاوته. احنا هسه بلغنا الكليات الاهليه انه يصير يراعون الحاله الاقتصاديه، يراعون حاله يعني العوائل، لانه ما معقوله انت تطلب اقساط. لذلك هالسنه الاقساط كانت اقل، الاقساط بناء على طبعا تعلن الاقساط دليل الطالب، يعني كل جامعه كل كليه اقساطها موجوده، طب الاسنان هالقد، يعني هالسنه يمكن بدات الكليات الاهليه كل الكليات الاهليه عن كليه تفرق يعني بهذا اي طبعا هي. لذلك انت كثير من اللي يعني بدات الناس الكليه خلينا نقول اللي اقساطها اقل بدات الناس تروح لها، لانه وبيها بنى تحتيه، بيها مختبرات الى اخره زين، فهذه موجوده. يعني هذه احنا من خلال قاعد احكي لك واقع نعم. يعني واقع الحال هالسنه. بس دكتور بس نقطه نظام. اي نعم دكتور، وهذا ممكن نشيكه والان شهود علينا خمسه. اولا عندنا رؤساء جامعات استاذ مساعد، ماكو القانون لا يجيز. بلغنا دكتور، مو بلغت انت تقول ماكو حالات. لا 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 حالات سابقه، سابقة حالات احنا نحكي ضمير الناس اكيد. الان عندنا عمداء لغه عربيه في 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 كليه، وطبعا احنا كان عندنا يعرف الدكتور ليك جابوا لنا فد واحد عميل تخطيط حضري اصلا جغرافي على كليه هندسه، وجابوه من محافظه حكومي. هو حكومي بالاهلي، احنا شرط ان يكون بروف وشرط ان يكون اختصاصه أكيد. موجود دكتور. احنا اكو واحد اختصاصه مكتبات وهو ماكو مكتبات، هو عميل اكو اختصاص لغه عربيه وما موجوده بالاهلي، واكو ناس هو علمي وهذا تربيه رياضيه العميد ماله دكتور حاليا احنا ثق يعني هذا مو ماكو، انا احكي لك اياه واقع بس اطرحك من اسماء، انا ما اريد اطرح اسماء حتى لا اروح للقضاء ولا للعشائر. لا لا دكتور، بدون طرح اسماء خابرون بدون طرح اسماء. هسه احنا برمضان، بس انت عمليا متابع التعيينات الحاليه؟ التعيينات خليني اكمل صديقي دكتور نبيل، خليني من جامعه الاهلي. لا تقول لي لا اقول لك لا ارجع لدكتور ضياء. لا دكتور حبيبي بس لحظه، بلا زحمه عليك اذا تسمح لي استاذي العزيز. احنا هسه الكليات اللي ما مستوفيه صحيح موجوده، استاذ مساعد رئيس جامعه انا اقول لك موجوده زين، ما رشحوا عندنا كتب. يعني احنا مو شهريا، اسبوعيا ابلغ الهيئات المؤسسه ومجال بالترشيح، بدينا ندز عليهم الاسبوع الماضي، دزينا على اربع رؤساء وعمداء كليات، اذا ما ترشحون راح نضطر نختار من الحكومي. هاي بلغت وبلغنا كل المستوفيه، يعني احنا هسه تقريبا بدينا اغلب الكليات، مو اغلب يعني العدد عديد الكليات استوفت انه الاختصاص موجود، اللقب العلمي الى اخره زين. انا ما اقول لك ما موجود اكو هسه حالات، بس هسه احنا بدنا نعرف. بس اسمح لي دقيقه، اكو عندنا اساتذه برا
محسوبين على جامعات أهلية، جابوا مكان مدرسين مساعدين. الفرق هذا الأستاذ متعاقد بعشرة مليون يأخذ مليون، هو قاعد بتركيا وبأمريكا وجايبين مدرسين مساعد. من أنت تروح أو اللجنة؟ الآن أنتوا بالبداية هم يجونكم، بس راحوا طلعوا أخذوا كل واحد العشرة أو عاقدوا وياهم لثلاثة شهور وراها عافوها، جابوا مدرسين مساعدين. بس انت على الاستثمار ما جاوبتني دكتور، كون على ثقه بعدين اطلع اذا تسمع لي على الاستثمار. كون على ثقه، اذا تجينا شكوى من طلبه انه ما عندنا شو اسمه نطلع لجنه، وهي موجوده قلت لك احنا كلنا موافقين. دكتور حسين اسمح لي، خلينا ننتقل لدكتور حيدر الاماره. دكتور حيدر، لما نتحدث عن يعني المقاييس الرصينه في العمليه التعليميه في الجامعات والكليات الاهليه، على سبيل المثال كليات الطب هنالك مستشفى تعليمي، الصيدلة، المختبرات، الهندسة وغيرها. هذا الموضوع هل هو فرض على الكليات الأهلية أم أن الكليات الأهلية في سبيل جذب الطلبة توفر هكذا إجراءات؟ بالتأكيد هذا الموضوع مفروض على الكليات الأهلية أن توفر مستلزمات التعليم. يعني إذا تكلمت حضرتك عن طب الأسنان، لابد أن تتوفر القاعات الدراسية، المختبرات، العيادات، عيادات يمارسون بها الطلبة الحالات، يشوفون المرضى، يعالجوهم وإلى آخره. وهذه العيادات تكون مفتوحة يعني للعامة للمعالجة بها. إذا نتكلم عن الصيدلة كذلك المختبرات، عن الأقسام الهندسية والمختبرات ما تعد وفق شروط تقديرية. لا، هندسة الطائرات لازم يجيبوا لهم طيارة وفسخوها. احنا اذا نتكلم يعني بس الدكتور يعني تكلم هواي بنقول ترى احكي لك استاذ امريكا هواي غير جديد انه صار التعليم دكتور يا اخي احكي لك احكي لك على طب الاسنان وانا احكي لك واقع حال. العيادات قلت مفتوحه للناس، العالم يجي تشتكي لنا والله برساله يجيب لك اياها ممكن صوتيه. لازم تدفع 50,000 ألمان للكلية الأهلية لأنه وجد جاي واحد لا استاذنا الطالب يروح يأخذ المتسولين يدفع لهم 50,000 لو 100,000 ويجيبهم حتى يسوي لزراعة أسنان ويعطي ألمان للكلية الأهلية 50,000، وهذا لازم شهريا يجيبه 300,000-400,000 لأنه من اللي يجي يزرع أسنان بكلية أهلية مثلا. احنا بس يعني ولو نقضى نظام شانوي دكتور ليث هو اللي قبل شوية هم قالها، احنا هنا هذه القاعدة نريد نوضح للرأي العام شنو الموجود عندنا والحقيقي. هسه بالكليات 70 عددها واكو مخالفات من اللي تذكرها حضرتك، هسه موجودة هذه وموجودة حتى يجوز بعضها المخالفات يجوز حتى بالحكومة موجودة. انا اسأل سؤال، اليوم هذا العدد من الطلبة والعدد من الكليات لو لم نستوعب طلاب الإعدادية اين سيذهبون؟ سيذهب خارج العراق اولا او لا يتعلم؟ أولا حق التعليم كفل الدستور بالمادة 34، خليه يتعلم، أنت من هالحق من حق يروح يحصل على شهادة، بس أنت ما ملزم تعينه، ماكو إلزام بالتعيين. إحنا شوف إحنا إذا ننظر إلى بعض المخالفات ونحكم على الجميع بها بالتأكيد موجودة، وهسا إحنا اللي تفضل بأستاذ هسا قد تكون موجودة بس مو عند الكل. أنا اليوم كجامعة بيان أحترم جامعتي وأحترم الشهادة اللي محصل عليها والمركز اللي كنت بيه، فلازم أوفر أولا المستلزمات، أتعامل بموجب القانون. ليش دكتور حسين هسا قبل شوية قال دكتور حيدر مر بكل هاي المراحل؟ إحنا درجنا أولا بالمناصب من رؤساء الأقسام للعمادات إلى المساعدين إلى هسا وصلنا إلى رئيس الجامعة، واللجنة قابلت وتم الاختيار على أساس النقاط. هذه نقطة الاختيار. لما أجي أنا حاصل على شهادة بروف وأدير جامعة على لقب البروف مو شهادة العفو مو أنا الأفكار هو أي شهادة بروف فول بروف زين. أنا لما حصلت على هذه الألقاب وهذه الشهادات من أجي أعمل لازم أعمل أولا وفق القانون وأحترم ما حصلت عليه وأحترم تاريخي. بس المخالفات عند غيري موجودة. إذا نتكلم عن العيادات أخذت البناية على أرض جامعة بغداد، هي جامعة حكومية أخذتوها من هيئة الاستثمار بالالتفاف على جامعة بغداد، والآن بيناتنا قضايا بين جامعة بغداد وهذا الالتفاف مو صحيح. أنا ما أجي أخذ من جامعة حكومية ولا إحنا لا نربط بكل المواد. أنا مستعد جاوبت عليها بس إحنا نحكي على الجامعة اللي يعطيك المخالفات عليها. أنا صرت الخبير مال الجامعات الأهلية يعني من زمن عبد الرزاق العيسى وصراعنا عبد الرزاق العيسى. أنا عندي يمكن يعرف حتى دكتور نبيل الرجل. إحنا كان مشكلتنا على مشكلة إدارة التعليم الأهلي. يعني أنا المستثمر من حقه يريد يأخذ فلوس ويربح ويريد وشلون ما كان يريد يتلاعب، ولا تقول لي ماكو مستثمر ما متلاعب
لو كان المستثمر متلاعب ومستفاد كان العراق بخير، لأنه المستثمر حالة من حالة المجتمع اللي هو كله فساد. إحنا المشكلة التعليم الأهلي لازم يتطور، دائرة التعليم الأهلي أنت عاد هي كليتها، إحنا قلناها من زمن عبد الرزاق العيسى وقصي سهيل والآن إيه وضحت بأنه إيه على مستوى مدير وليس مدير عام. إحنا الفاضي هسه أنا مدري يتاح اللي فرصة أنه حتى نجاوب على وحدة وحدة نتناقش فيها ضمن منهجي، يعني أنا مو اللي دا نتكلم كنا على موضوع لرؤساء الجامعات وتم اختيارهم ويصدر بهم الأمر الوزاري في الخطوات اللي وضحت، جينا على العيادات نحكي الآن على قضية أنه تهيئة المستلزمات اللي نوفرها العيادات الآن اللي تقول عليه 50,000 الكشف بألف دينار، الحشوة ب3,000 دينار، وإحنا أيضا عقدنا اتفاقيات ويا المؤسسات الدولة تعالوا تعالجوا، أهم يكون حالة للطالب وهم يكون طالب تكون عنده كثرة ممارسة وأنت تعالج هذا الطالب بألف ألف دينار. زرع الأسنان اللي نتكلم عنه، اولا هذه الاسعار تحدد من قبل الجهات لجان العمداء وفق الكليات الحكوميه، يعني ايش قد ياخذ بالحكومه لازم ناخذ بالاهليه. هسه اذا تقول لي اكو كليه طب اسنان تاخذ بشكل اخر هاي بعد مخالفه وما يجوز التعامل وياها ايضا، فهذه مخالفات موجوده. لكن عد الكل، لا ما نحكم بهذا الكل، نحكي عن مواضيع اخرى من اللي طرح الاستاذ حتى لا اتجاوز على الوقت. موضوع الارض لا تكلم عنه، احنا القضاء الفيصل مو الادعاء، لا خلي هسه موضوع القضاء وصدور حكم قضائي تم استئنافه وتم تمييزه والطعن بالتصحيح القرار التمييزي. لا انا احكي بالقضاء، انا اليوم لما يجيني تبليغ الى استاذ ليث على سبيل المثال، يجيك تجي بيك دعوه قضائيه وتقول يوم يوم خابريني جد قدر، اذا انت اثبتت وبالقضاء بعد اكو اعلى من القضاء؟ لا بعد يعني قرار التمييز اخذتها من جامعه بغداد والارض تابعه جامعه بغداد. نعم. انت الان شلون تبني على جامعه بغداد او هيئه الاستثمار؟ هذا البروفيسور جاب وانا اعرف كل الاشكاليات. هل مخول من رئيس الجامعه يعني مثلا؟ لا مريض ولا شخص اخر ولا احب ان اكون مخول جهد. يعني هذا الجزء هنا الدكتور ليث راح نتحدث عن المخرجات. نعم. لما تكون بهذه التهيئة ومختبرات ومتطلبات رصانة علمية، المخرجات هنا من يخطط هذه المخرجات؟ ايش قد انا احتاج اطباء، ايش قد احتاج مهندسين، وايش قد الى اخره من هذه التفاصيل. اعتقد هي اشكالية الحلقة، لانه بصراحة يعني تعقيبا على ما تفضل به زميلي واخي دكتور ضياء واستاذنا طبعا رجل يعني هي مجاملات، لكنه اشكالية الحلقة هي في انه احنا عندنا خريجين وذول الخريجين ما يلقون فرص عمل. هسه احنا لو اشكاليه الحلقه مشاكل التعليم الالي نخوض في هذا الموضوع هذا، واحنا يمكن كنقابه عندنا يعني ما يكفي وزير، حتى بالتعليم الحكومي وحتى في مجالات اخرى غير التعليم، يعني هسه التربيه ما بيها مشاكل لا كثير، واحنا صار لنا هاي بدايه رمضان لحد اليوم نحاول هذه المشاكل. احنا بدنا نحكي عن بصراحه هذا الموضوع كلش مهم، انه اني جايده اخرج للمهن، يعني هاي اشكاليه النقابات المهنيه. ساني كنقابه هم استطيع ان اتحدث باسم النقابات الاخرى، يعني نقابه المحامين تقول لك انا ديجيني كم هائل من الخريجين من المحاماه كل سنه، نقابه الاطباء كذلك، نقابه اطباء الاسنان، نقابه المهندسين، كل النقابات تقول لك انا ديجوني كم هائل من المهن، زين دول وين راح القى لهم فرص للعمل؟ طيب سوق العمل هل انه يتحمل هذا الشيء؟ هاي اشكاليه كبيره جدا دكتور ليث. جذريه البيضه من الدجاج ولا الدجاج؟ اي بالضبط. اساسا هم لما دخلوا لهذه الكليات هل لطموحهم انه هاي التخصصات مثل ما تفضل بي دكتور علي؟ احنا عندنا ثقافه مجتمع دكتور حسين عبد العفو دكتور حسين عبد معذره اسف ثقافه مجتمع. اثنين ما عندنا غياب للتخطيط. نعم. يعني هذا خلينا نأشره بوضوح، اكو غياب للدولة العراقية، الدولة العراقية يعني اكو غياب للتخطيط وتوزيع يعني خلينا نقول الشباب على قطاعات سوق العمل. نعم. احنا عندنا فلسفة انه الخريج الثانوية هذا ما يعتبر خلينا نقول انسان مؤهل لسوق العمل، هذا نعم. خطأ، هذا يجب ان نغادره. عندنا فلسفة اخرى انه بالنسبة لسياسات التعليم بالعراق، سياسات التعليم بالعراق يجب انه تنحى يعني منحى اخر جديد مثل ما قال دكتور ضياء، يجب انه نعيد يعني خلينا نقول التفكير في وضع وزارة التعليم العالي ومفاصلها ووزارة التربية ومفاصلها.
هل انه نحتاج الى هيئات مستقله؟ نعم. سياسه الكامله للتربيه والتعليم بالعراق، هاي كلها احنا لازم نضوع عليها يعني بصراحه يرادلها. ما اقول لك يعني خلينا نقول ما موجوده، لا ترى اكو دراسات واكو لجان عليا واكو درست وطلعت وشافت تجارب، لكن على ارض الواقع ما صار شيء. بالعكس يعني احنا يعني خلينا نقول سنه عن اخرى بتتفاقم عندنا المأساة، وهذا يعني بدون وضع حلول وايجاد حلول لهذا الموضوع. وهسه الحلول يعني ظاهر اكبر من مساله حلول وزاره التعليم، لربما هي بالتخطيط، وهذا ما دعانا في غرفه الحصاد بان نعمل هناك تقرير، وعد ان الزميل علي حبيب يقدم لنا اياه وينص على ما تفضل به الدكتور ليث والاساتذه الكرام. نتابع ونكمل الجزء الاخير من جلستنا الرمضانيه. تعد الجامعات والكليات الأهلية إحدى القنوات المهمة المساندة للجامعات الحكومية في قبول خريجي المرحلة الثانوية، لكن واقع هذه الرخص الاستثمارية في القطاع الخاص للتعليم قد تدهور سريعا، ومن يخالف الرأي يجافي الحقيقة. فالعلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية أخذت منح التنافس إلى التكامل، فهذا النمو المتزايد في عدد الملتحقين بها أثر بشكل رئيس على رصانتها، خاصة في ظل افتقارها للإمكانات العلمية والبنى التحتية. هي كثير من الأحيان أن تشوف الشاهد أن الجامعات الحكومية متشددة أكثر من الجامعات الأهلية، والجامعات الأهلية كثير منها يعني هي صارت مجرد عن شكل تعارف أو شهادات أو واسطات أو هيك أشياء، والكثير من هذه التربية حاجات خاصة وليست عامة. طبعا أكو أنه فرق كل كبير من ناحية من حيث رصانة التعليم وأيضا من حيث التعليم نفسه، وكذلك البنايات الجامعية مثلا تكون أصغر وأماكن ما توفر الراحة النفسية ممكن للطالب، وأيضا من حيث الدوام أكو طلاب يعني هواي يعرفهم أنه ما يداومون، مجرد يدفعون فلوس وهاي يروحون ينجحون ما يداومون، يعني طلاب أعرفهم معرفة شخصية. هذه الزيادة في عدد خريجي الكليات الأهلية والمبالغة في استحداثها جعل بعضها يعاني من ضعف المستوى العملي، فالكثير منهم لم يحظى بتعيين حكومي، وكذلك خسارتهم لكثير من فرص العمل في القطاع الخاص بسبب ضعف مهاراتهم العملية، وهذا ما لا يرغب فيه سوق العمل. الطلبة حاليا متأثرين بسوق العمل مثل ما قلت. ليش متأثرين بسوق العمل؟ لأن السمعة اللي معروفة انه هو من خريج من كلية أهلية فهذا تعبان وهذا ما اعرف شنو ما يعرف ومن هاي الأمور. بالإضافة كثرة الكليات الأهلية أطت المجال يعني لهواي ناس هي مو استحقاق انه تدخل هاي الاختصاصات، بالتالي سبب زيادة بالأعداد عندنا بالاختصاصات مختلف الاختصاصات. فتشوف انت جاي تشوف أعداد كبيرة من الطلبة والخريجين بالاختصاصات لكن هو للأسف بدون عمل. تزايد غير مدروس في عدد تلك المؤسسات حتى بلغت أكثر من 66 جامعة وكلية أهلية، أغلبها يفتقر لظروف إيجابية سليمة، فهي تعمل بمبدأ الربح على حساب نوعية التعليم. وفي الوقت الذي تتزايد فيه هذه الكليات الأهلية يعاني خريجوها من تدن في مستوياتهم العملية والعلمية، فهذه الجامعات أصبحت أشبه بالدكاكين والبيوت بحسب وصف سابق للجنة التعليم النيابية. علي حبيب، الأيام. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة في الجزء الأخير والمختصر من جلستنا الرمضانية. أرحب مجددا بضيوفي الأكارم دكتور ضياء الواجد، انتهى الدكتور ليث الجابري إلى موضوعة التخطيط كدولة وألقى الكرة في ملعب وزارة التخطيط. هسه نرجع إلى الجهد النيابي والبرلماني الرقابي التشريعي. حضرتك في مجلس الخبراء العراقي قدت قائمة لمرشحين، ماذا لو كان قد كتب أو حتى إذا كتب الفوز أم لم يكتب، ولكن أكيد كان عندكم فد برنامج. هذا برنامجكم بما أنه مجلس خبراء، ما مدى الخدمات اللي خليتوها في برنامجكم الانتخابي لترصين العملية التعليمية خصوصا في قطاع التعليم الأهلي؟ طبعا عندنا برنامج إصلاح للتعليم العالي وإحنا أرسلناه للوزارة، وهذا البرنامج إحنا دائما نطوره. والتخطيط اكو هناك صار تخطيط استراتيجي لوزارة التعليم العالي
وكان رئيس اللجنه هذا بوقت صالح المطلق كان نائب رئيس الوزراء ومنهم مستشارين وكل كادر، وزاروا 45 بلد وصرفوا اكثر من 3 مليارات، والدراسه كانت لمده 10 سنوات لم يؤخذ بها من اي شيء وشالت ونشمرت، فماكو تخطيط. هذا الاول. المخرجات بس انا اعطيها ملاحظات. في التسعينات يعني نهايه التسعينات كنت انا مقيم للمؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا بالامارات، المؤسسه المقر مالها، وكنت اروح الى كان يقبلون المهندس العراقي يقبلوه بدون مقابله وراتبه اعلى. فسالت انا الاماراتيين اصحاب الشركات قالوا يا اخي هذا يبل العراقي فلته، يعني هذا ياباني العرب فما يحتاج احنا نختبره ويستحق اللي نطيه لانه يوفر لنا. هذا تحدث لك اياه. قبل 10 سنوات انا كنت استاذ زار ومشرف على طلاب دكتوراه بامريكا بالافاي واللي هي جامعه عراقيه من اول 10 جامعات. والله كان يعرف دكتور ليث، احنا كان عندي 14 طلاب دكتوراه بمختبر خاص لي. الطلاب اللي شفتهم بامريكا اللي 20 ما واحد بيهم افضل من 14 طالب دكتوراه اللي عندنا بامكانياته، الطلاب العراقي افضل. واحنا الان وين المشكله؟ المشكله مو ماكو فرص عمل. لانه انت الان روح على جولات التراخيص والشركات النفطيه، وانا ناقشتهم يا اخوان انتم تعال جاي تشتغلون بالبلد ونعطيكم احنا اجور خدمه اداريه كبيره. خلوا فرصه للعراقيين يشتغلون، ليه جايبين انتم من فيتنام وجايبين من بنجلاديش دول وتطلبون ب 3000 4000 دولار الى 7000 دولار شهريا، والعراقي ممكن يحصل اقل. قالوا لي العراقي ما عنده جوب ديسكربشن، ما عنده، احنا نريد مهاره، نريد خبره، نريد كذا. اللي يجينا سواء من الحكومي او الاهلي اللي يجتاز هذا نقبله، بس احنا ما عندنا، وخاصه بعد ال 2000. المشكله احنا الجامعات العريقه في العالم ستانفورد، هارفارد، كولومبيا، افاي وغيرها، كاليفورنيا، الام اي تي، كلها جامعات اهليه، العالم تروح للجامعات الاهليه. من المسؤول عن توفير المهارات؟ التعليم النظري. طبعا التعليم، احنا المشكله عندنا وزاره يعني أنا ما أشكل على الأساتذة بالتعليم الأهلي، والله العظيم أنا من الداعمين، وعندي كان حديث مع كثير من يا أخوان طور التعليم، أنتم إذا طورتوا التعليم وطورتوا المهارة، إذا إحنا الآن تعرف أنا رحت الأمريكا عندي مشاكل بالقلب، فقالوا لي أشهر طبيبين هنا واحد أمريكي من أصل فنزويلي اسمه فرنانديز، وواحد اسمه عدنان الحواتمة، وأنا ظنيت أردني، وطبعاً رحت أنا حتى أقربائنا في الحواتمة وبالصدفه طلعناها في الحواتم، مو فلسطيني اردني بس بجبهه العراق. فسالته انت وين درست؟ قال انا درست في العراق، البكالوريوس مالتي بالعراق. فقلت له زين بامريكا؟ قال لا، البكالوريوس اللي اخذته من العراق افضل من المعلومات اللي كان هنا. وهذا شهاده ايضا اياد علاوي صار عنده انفجار بالمراره وجنجرين، من راح للاردن 26 كليه طبيه عندنا بالعراق. عندنا مستشفيات بنيت قبل ان تكون هناك المملكه الاردنيه الهاشميه. وراها تاني متالي قالوا له كل الوزراء والوزراء السابقين وكل الكوادر الطبيه روح للاردن اللي عندها 6 كليات طبيه. يعني واللي عالجت، بس اعطيك الملاحظه، اللي عالجت 2 طلاب العراق، طلاب دارسين بالعراق، واحد بجامعه البصره وواحد بجامعه بغداد. المشكله عندنا بالمنظومه، مو المشكله بالعراقيين يا اخوه، المشكله عندنا بالتعليم، مو المشكله عندنا بالكليات. كليات حلوه وكليات حلوه، انا ما احكي لك على كليه الامال اللي يحكي عليه بالكراده بها 600 ترشاد كليه الان، لا اقول لك البيان او المشرق او شيء، كليات حلوه وبها خدمات ما شاء الله عليها. كل كليه لها خصوصيتها ولها اقبالها من قبل الطلبه معينين. هسه دكتور ضياء الواجد ما طلع عن اللي ردناه بصراحه، نقاط جمع الموضوع انه يقول لك انه خلص، وما دام انه العراقي هذا متخرج جامعه اهليه او حكوميه له مهاراته وله مقبوليته. في سؤال استطلاع اللي طرحناه على المشاهدين الكرام نعرف راي حضراتكم، هل وجود الكم الهائم من الجامعات الاهليه هو دعم للتعليم؟ بس انطينا وقت استاذ، انطينا وقت ما يخالف. لا لا، العديد من النقاط، لا لا لازم، لا 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 دكتور ضياء اخذ اكثر من عندنا، فاحنا على الاقل بمستوى دكتور ضياء. بالنسبه للتقرير اللي هسه ظهر انه الجامعات الحكوميه والاهليه اكو تنافس، هو التنافس صحي هذا، يعني ماكو، بالعكس كل الكليات الاهليه والجامعات اكو توأمه، كل كليه او جامعه توأم ويا جامعه حكوميه، هاي اكيد يعني، او مع انه اكو قسم منهم مسوين اتفاقيات. انا دا انقل واقع يعني، مو دفاع، واقع. اكو نقطه طرحها دكتور ليث الجابري، فعلا احنا هسه اي استحداث نسال يعني ناخذ راي وزاره التخطيط ووزاره الصحه فيما يخص الاختصاصات الطبيه. اكو هسه انا بلجنه احد نقباء الاختصاصات الطبيه، عندنا احنا مشكله هذه لازم الناس تعرفها، مؤسساتنا الصحيه ما تطورت، وقفت بسنه ال 80
انتهت وراها اي تطور ما صار، ما نضاف اي شيء، اي مستشفى حكومي ما نضاف، هاي حسب هم اللي يطرحوه. فاحنا المخرجات مال الاختصاصات الطبيه لو هذه موجوده، لو اكو تطور، لو عندنا مثلا على مستوى القريه مستوى الناحيه، هذه كان استوعبت الكثير من شو اسمه. اكو نقطه هم ايضا ادري انت ضوء على المسائل هاي مهمه. احنا عندنا مخرجات، عندنا نمو سكاني، هاي الكل تدري بها، يمكن دكتور ضياء هو منتدى يعني هذه تابعوها او كاتب كذا، اكو نمو سكاني عندنا بالعراق، اخذناها في حلقه قبل البارحه. اي هذا النمو السكاني بالنتيجه ينعكس على مخرجات وزاره التربيه، من المتوقع السنه القادمه مخرجات هائله. استيعاب محدود لكل الجامعات والكليات الحكوميه، الاهليه هي رديف للحكومي، السيئه راح تخرج من الخدمه. انا اقول لك تجربة مال هالسنة كثير من الكليات والجامعات، وأنا أتمنى الأخوان يزورونا ينطونا التعليم يعني الأهلي. دكتور حسين، سؤال دكتور حيدر، التعليم الأهلي ساهم في تدعيم العملية التعليمية في العراق؟ بالتأكيد. الجامعات قبل شوية تكلمنا عنها اللي تبحث عن الرصانة وعن مستوى مرتبط بمعايير الجودة العالمية، بالتأكيد ستصل إلى شيء متميز. إذا نحكي عن التوظيف وهو مشكلة الحلقة، أنا أعتقد هذا هم يلقى يعني كمسؤولية تقع على عاتق الجامعة نفسها. يعني هسه احنا في الجامعة شنو اللي نسوي؟ نبحث عن الشركات الكبرى، عن المشاريع، شنو انت الاختصاصات اللي تحتاجها، نسويها فد عقد حتى احنا نرفده بالمتميزين والأوائل، وهذا نعلنه لهم للطلبة، انت صير أول حتى احنا نضمن لك توظيف في المؤسسات اللي نسميها غير رسمية أو المؤسسات الخاصة. توظيف ضمن المخرجات، ولكن توظيف الأكاديمي يعني لما هو 60 سنة في قمة عطائه ويحال إلى التقاعد، ساهمت الكليات الأهلية في استيعاب وتوظيف هذه الطاقات في القطاعات؟ هي ساهمت، لكنه إحنا أيضا عندنا شريحة من الشباب اللي حملت الشهادات العليا بصراحة، يعني هذول أهم لهم حق، يعني يعني ما نقدر نهمل شريحة على حساب شريحة. الوزارة قال نسبة وتناسب، يعني لا هذا موجود 20% بالنسبة للمتقاعدين. دكتور موجود دكتور؟ لا المتقاعدين لازم يقول لك على الشباب، المتقاعدين لا 20% هاي 20% استقتلنا عليها، ما كان هاي 20% هسه على حال صارت ان شاء الله. نرجع لكم مشاهدينا الاحبة لما سألناكم سؤال الاستطلاع، نفس السؤال اللي طرحناه على الأساتذة الكرام، كانت نسب الإجابة 45% قالوا نعم التعليم الأهلي هو تدعيم للعملية التعليمية في العراق، و 50% قالوا كلا، و 5% تحفظوا على الإجابة. شكر كثير لحضرتك الدكتور حسين عبدلي مدير دائرة التعليم الجامعي. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لهذه الإجابة. شكرا للسادة الأفاضل دكتور حيدر الإمارة رئيس جامعة البيان، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا الإضاءات المهمة، وكذلك الدكتور ليث الحيدري عضو الهيئة الإدارية نقابة الأكاديمي العراقي، شكرا جزيلا لحضرتك، والدكتور ضياء الواجد رئيس مجلس الخبراء العراقي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإثراءات المعرفية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.